بداية فقرتنا الأولى كانت من ناجي حزام أحمد. ناجي حزام أحمد أرسل لنا فيديو، مضمون هذا الفيديو لشخص يطلب من المغتربين إرسال المال، ولا يطلبه بشكل بسيط وإنما يطلبه بكل قوة وصرامة. دعونا نشاهد. رسالة للمغتربين في السعودية، أبعشتها على نفسكم رسلونا زلط. احنا هنا من دورة خمسة وهم بيقشقشوا الزلط. لا رسلوا كم موقع جالسين هنا من حفر من رسلوا زلط. خلنا يرد عليه سامي الجيلاني بفيديو آخر، ولكن لرد المغترب ذاته، هل يعقل حقا أن المغترب فقط مجهز لجمع الأموال في الغربة؟ يا ترى ما هي معاناته؟ احسبوني أجمع المال والله وحده عالم الحن، هنجمع بالثوب والشال بس قلبي قد خرب. يا عذاب المغترب أنواتنا لدار